السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتعلم شلون نسوي insert map، يعني نبين اللوكيشن اوف ستدي اريا. هسه إذا نرجع بالخطوات حتى نعيدها من البداية، أول شيء أني أنزل الشيب فايل الخاص بمنطقة الدراسة، مو بمنطقة الدراسة وإنما شيب فايل يقتطع تقريبا كل ال يعني مثلا مجرى النهر. أنا مو شرط دراسة ضمن مجرى النهر كله وإنما ضمن جزء معين، فأضيف الشيب فايل اقتطع عن طريق موقع الديفا جي اي اس اللي تكلمنا عنه مسبقا، فتنزل هسه خرائط لثلاث دول، واضيف فوقها الشيب فايل الخاص بمنطقه دراستي. هذا هو الشيب فايل الخاص بمنطقه دراستي. بعد ذلك شنو اروح اسوي؟ اختار على هذا الخيار الثاني اللي هو مو الخيار الاول، الخيار الثاني اسمه لاي اوت فيو. هذا الخيار بعد ما اضفنا هذا الخيار لاي اوت فيو، تلقائيا تروح على الفايل، تتأكد من البيج اند برنت سيت اب، تختار اللاندسكيب اللي يكون افقي، يعني لا تختار الخيار العمودي حتى يكون الاخراج خاص بك. تمام. هسه بعدين شنو نسوي؟ نروح هنا نضيف نضغط على انسيرت. هسه هاي صارت بها الخريطتين اللي هي الخريطه الاولى والخريطه الثانيه. اذا نحتاج نعدل بها بعض الاديت مثل ما نقول نكبر، لا بأس انه يعني حتى تبين هاي الخريطة هي اللي اقتطعنا من عندها جزء منطقة دراسة اللي راح يوضح منطقة الدراسة. نلاحظ هنا هاي هي الخريطة الرئيسية والأساسية اللي اقتطعنا من عندها جزء منطقة الدراسة. بعد ما أكملناها نروح نفعل الدراونينج هنا، نضغط على أي مكان، أو قبل ما نفعله نروح نضيف فريم جديدة من نام انسيرت، عفوا من انسيرت اضيف داتا فريم، راح اضيف داتا فريم جديدة حتى ارسم بها الخريطة اللي راح اقتطعها انا وتخص منطقة دراستي من هذه الخريطة الكلية. فراح اضيف داتا فريم هنا، هاي الداتا فريم مجرد انه اسحبها خليها بهذا الجزء. هنا سحبتها، اروح اضيف الداتا فريم لل هنا اضيف قيم. هسه اضغط عليه هنا صار لي نيو داتا فريم، اروح اضغط عليه اقول له اد داتا، اضيف لي بيانات. راح اضيف بيانات استدعي مثلا بيانات الخاصة، هاي البيانات هنا لحظة هنا راح نستدعيها. نروح على الجي اي اس ريكوايرمنت من هنا نختار على مثلا الديم لاي اوت، او مثلا ضمن اي مكان انا اقدر استقطع بيه، اقدر استدعي الشيب فايل او مكان الشيب فايل فقط، استدعي خريطة الديم يكون افضل حتى ابين الارتفاعات الرقمية. فهنا انا هسه انا مجرد ما اني استدعيتها خيار اقول له اد، راح يضيف لي اياها. هاي اروح اغير الالوان الخاصة بها، تمام، اروح على السمبولوجي. بعد ذلك راح اختار خيار، فهنا نروح على خيار يسمونه السمبولوجي، ومباشرة اغير الالوان الخاصة بالدم اللي احنا اختاريناها. تمام. بعد ما اختارينا الالوان نقدر نغيرها على الشيء اللي احنا نريده. بعدين حتى تكون واضحه الريتش بشكل افضل اروح اضيف الريتش، استدعيه. ومين استدعيه؟ استدعيه من الووتر شيب. اكيد اني انشات انشاء كامل للووتر شيب الخاص بي. اروح لهنا للديسكتوب، اختار سوات، اختار الريتش، اما اختار ريتش او اختار من هنا من السوات ام دي. فعندي هاي عدد من الخيارات، او ممكن يكون من ضمن الارك هايدرو يتضمن البيزن والاوتليت والريتش، فاختار الريتش اضيفه هنا. فهسه بعد ما اضفته اغير البروبرتيز الخاصه بي، اكو هنا بروبرتيز خاصه بالريفر
وأنطي اللون المناسب لأنه يكون أزرق. إذا أردت أضيف تعديلات على الـ يعني الألوان الخاصة هنا أقدر أختار أي ألوان ثانية، يعني لا بأس مقدما إن إحنا مثبتين هذه الألوان، نقدر إنه نغيرها للألوان اللي تناسب عملية الإخراج. نختار أي ألوان ثانية، مجرد حتى نثبت على ألوان تكون قدر الإمكان بسيطة نوعا ما وتوضح لي الرؤية الخاصة بالعمل. بس لا بأس مبدئيا نختار هذا اللون، لا بأس نقدر نغيره بعدين. فهسه بعد ما اختارين هذا الخيار نروح نفعل خيار اسمه دراو، هذا الخيار نفعله. بعد ما نفعله راح تظهر لنا القائمة الخاصة بي، نرفعها للأعلى راح يضيف لنا اياها هناي. بعد ذلك نروح على خيار الدراو نرسم، نختار خيار الرسم فراح نختار ريكتانجولر. الريكتانجولر شو الغرض من عنده؟ هنا راح احدد بي هاي منطقة الدراسة اللي هنا حددتها بي، اروح اعطيها البروبرتيز مالتها، انطي الفيت كلر اقول هنا مثلا يعني شلون نوم اخليها بلا كلر احسن حتى تكون واضحة، وبالتالي والالوان اللي خاصة بيها اوكي. ليش انا اخليها بلا كلر؟ حتى انه اريد يعني تبين لي منطقة الشيب فايل، بس ممكن اعدل بالفريم الخاص بيها اللي هو الفريم هنا، مجرد ازيد السمك مالته اللي هو الاطار مثل ما نسميه احنا الفريم. بعد ذلك بعد ما حددناه نقول له ابلاي، نقول له اوكي. هذا هو، هذا هو، ونقدر احنا الاوتلت ويث نعطي العمق 3 ممكن، فهذا هو. هسه صار لحد الان واضح. هسه اسوي ارجع على الدرو نفسه اللي هي قائمة الدرو اللي ظهرناها هنايا، نختار نفس اللاين، فراح شوف هسه شو الاشياء اللي راح ترسمها انت حيظهر لك اياها بالجانب. فترسم لاين، نمتد اللاين من هنا الى هنا حتى ابين انه هاي هنا منطقة الدراسة. ايضا اقدر يعني شلون انه اتحكم بالبروبرتيز الخاصة بي، ازيد اللون الخاص بي غيرها، بعض الامور هاي تكون راجعة هاي اكو خاص اضغط عليه نفسه دبل كليك وازيد الويدث مالته اعطي 3 مثلا، وكذلك ارجع للدرو مرة ثانية اضيف لاين. طبعا بالمناسبة يخلي لك اخر خيار انت تسحبه، فهسه لاين ايضا من الركن الثاني الى امتداد الفريم الجديد اللي سويناه، دبل كليك على الخط حتى نغير البروبرتيز الخاصة بي. هاي هسه لحد الان نقدر نقول احنا كملنا جزء بسيط من عدها، بس حتى نعرف شلون احنا نعمل الانسيرت ماب، انسيرت ماب هذا الجزء الاول وهذا الجزء الثاني. هسه نروح بعد ما نحوط هذا الجزء او هذا الجزء او هذا الجزء، سنروح على نزيد السمك مالته التعديل للإدتين. بالمناسبة هذه الخاصية احنا بعدين نقدر نحفظها بالنهاية حتى إذا أردنا أي تعديلات في المستقبل نجريها عليها نقدر نجريها بكل سهولة. هسه نروح على الفريم هذا ونضيف الأدوات الخاصة باللياوت الطبيعية جدا اللي هي مثلا التايتل، نسميه مثلا اللوكيشن اوف ستدي اريا،
location of study area. نعطينا الاسم نحدده هسه احنا راح يضيف لنا اياه هذا هو نضغط عليه دبل كليك راح هنا نقول له نعطيه الاسم مرة ثانية اي او اي اوف ستدي اريا هذا هو الموقع اروح حتى اغير بالبروبرتيز مالته سمك الكتابة غيرها اضغط على change symbol بعد ما نضغط راح نزيد مثلا سمك الكتابة النوع الخط المختار للكتابة يعني anything وبعدين هاي التعديلات نقدر نعيدها ونضيفها من جديد يعني لا بأس نقدر كلها نعدل عليها مستقبلا يعني اقدر انا اغيرها اضيف تعديل عليها جديد مجرد كاخراج اول يعني انه نبين هذا الشيء نضيف ايضا نضغط على انسيرت نضيف النورث ارو اللي هو اتجاه الشمال نختار اي واحد من عندهم خاص باتجاه الشمال ونضيفه تلقائيا راح يظهر لي هنا واسحبه للاعلى ممكن واضيفه سابقا تكلمنا عن اخراج الخرائط وقلنا اخراج الخرائط مو اعتباطه وانما اكو فد خصائص لاخراج الخرائط ونزلت لكم بوقتها بالمحاضره اللي راجع ضمن الجي اي اس هاو تو لاي اوت ماب انه ضمن شركه يعني موقع ازري ننزل فد مواصفات معينه لاخراج الخريطه ونزلت لكم اياها ايضا وشرحت عنها انه شو تضمن الجزء الايمن وين انا اضيف اتجاه الشمال اللوكيشن وين ينضاف يعني اكو فد اساسيات برنسبل باخراج الخرائط وخاصه اذا كانت هذه الخرائط تتضمن ضمن الجي اي اس يعني ما يصير انه الشخص انا اخلي العنوان تحت او اضيف مثلا السكيل بار يعني في مكان اخر يعني اكو فد مواصفات محدده للاضافه اكو فد مواصفات محدده للاضافه اللي يحتاجها يريد يراجع المحاضره الخاصه باخراج الخرائط موجوده ضمن البلاي ليست اللي هو يعني محدد البلاي ليست اللي مخصص بالارك جي اي اس احنا هسه بنسوي اخراج اولي للخرائط بعد ان نضيف الليجنز اللي هو يعتبر مفتاح الخريطه بنضيف الريتش احنا حاليا الدم هنا ممكن احنا نشيله لا بس فقط الريتش ونقدر احنا نضيف اي شيء شنو اللي نحتاج نضيفه نضيفه إذا نلاحظ احنا هذا انضاف امامنا نقدر احنا نسحبه نبين انه هو هذا الريش خاص وبعد شنو المواصفات اللي اريد اضيفها اني اقدر اضيفها العنوان اذا ما له حاجه هنايا اللي هو الليجنس اقدر اختص يعني دبل كليك واروح على اول خيار واقول له انفيزبل يعني غير مرئي فراح نقدر نشيله او نرفعه نروح على جنرال بيقول لك الليجنس تقدر تبين له شو او لا اقدر اقول له لا تضيف لي هنا انا اعطي اوكي رفع لي وتقدر ايضا تضيفه يعني هذا في الشيء راجع لك حسب اخراج الخريطه يبقى بعد موضوع فقط انه تضيف الجريد وهذا الموضوع انه اخراج الخريطه بالشكل الكامل تقدر تراجع بها المحاضره الخاصه بتي لاي اوت اكوردنج تو ذا ازري لوكيشن يعني تبعا الى موقع شركه ازري اللي هي مصممه برامج جي اي اس اكو فد مواصفات معينه خاصة بالإخراج لكن هي محاضرتنا هذا اليوم تتناول how to insert الانسيرت ماب يعني شنو الغرض من الانسيرت ماب انه أنا أبين اللوكيشن من منطقة دراستي ضمن اللوكيشن العام وين متواجد وأسوي الاستقطاع وأجي أبينه هنا بالشكل الأفضل إن شاء الله تكون محاضرتنا هذا اليوم مفيدة ألتقيكم بمحاضرات قادمة دمتم بأمان الله وحفظه.